هجمات يائسة للميليشيا تعقب سيطرة الجيش على مهدي. أحدث هذه الهجمات تمت خلال الساعة الماضية على الجنوب الشرقي للمدينة. مصادر عسكرية أفادت بأن الجيش الوطني تمكن من صد الهجوم وأوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف الميليشيا، وأسر عنصرين كان قد أصيبا في الهجوم ويخضعان الآن للعلاج في أحد المستشفيات السعودية المجاورة. وغير بعيد من هنا لقي القيادي الميداني البارز في الميليشيا عمار أبو خرفشة مصرعه في أحد الهجمات التي نفذها طيران التحالف في حرض. القيادي هو أركان حرب الأمن المركزي المعين من الميليشيا في حجة، والمسؤول عن سلسلة من الانتهاكات وجرائم الحرب في تهامة وبالذات مع قبائل الزرانيق. في هذه الجبهة من المواجهات مع الميليشيا يرابط اللواء ثاني حرس حدود، وهو الذي يتولى حاليا التعامل مع فلول الميليشيا المندحرة من مدينة ميدي بعد أن تم تحريرها من سيطرة المتمردين في أعقاب مواجهات مسلحة استمرت أكثر من عامين. مختلف أنواع الأسلحة شاركت بالمواجهات الأخيرة في محيط ميدي، حيث يبدو الجيش ممسكاً بزمام المبادرة وحاضراً على الدوام في مواجهة الهجمات اليائسة للإنقلابيين لاستعادة ما فقدوه ولتعويض الهزائم التي لحقت بهم في هذه الجبهة. هذا جزء من الغنائم التي خلفها مقاتل والميليشيا في هجومهم الفاشل على جنوب شرق ميدي، أسلحة مضادة للدروع وصناديق مملوءة بالذخائر. شاهد قوي على منح المواجهات في هذه الجبهة المهمة مع الإنقلابيين، والذي يشير إلى توالي النجاحات التي يحققها الجيش الوطني في مقابل التراجع الكبير للإنقلابيين هنا في جبهة ميدي كما في بقية الجبهات. إرث الحرب الدائرة في ميدي ثقيل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ومظاهر الدمار تشهد على ضراوة هذه الحرب وكارثيتها. منذ أن اختطفت الميليشيا هذه المدينة ولم تتركها إلا وقد تحولت إلى ركام.